بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد أنا بلقائي معكم مجددا في حصة جديدة وفي موضوع جديد بعنوان المتراجحات. نتناول في هذا الموضوع المتباينات والعمليات. لتكن A و B و C أعداد معلومة، إذا كان A أصغر من B فإن A زائد C أصغر من B زائد C. لاحظوا، بإضافة العدد C إلى طرفي المتباينة تبقى دائما المتباينة صحيحة. إذا كان A أصغر من B فإن A ناقص C أصغر من B ناقص C. إذا كان الآن A أصغر من B و C عدد موجب تماما فإن A في C أصغر من B في C. إذا كان الآن A أصغر من B و C عدد سالب تماما، لاحظوا، فإن A في C أكبر من B في C. الترتيب كان أصغر أصبح أكبر. إذا كان A أصغر من B و C موجب تماما فإن A على C أصغر من B على C. إذا كان الآن A أصغر من B و C سالب تماما فإن A على C يصبح أكبر من B على C. المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. تعريف: نسمي متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد كل متراجحة من الشكل AX أكبر تماما من B، أو AX أصغر أو يساوي B، أو AX أصغر تماما من B، أو AX أكبر أو يساوي B مع A عدد غير معدوم. مثال: كل من 15X أصغر تماما من 11، 22 ناقص 3X أكبر أو يساوي من X، 4X زائد 7 أكبر تماما من 5. هي متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. الآن حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. ما معنى حل متراجحة؟ حل متراجحة ذات مجهول X هو إيجاد مجموعة قيم X التي تجعل المتباينة صحيحة، وهذه القيم هي مجموعة حلول المتراجحة. لحل متراجحة نتبع نفس خوارزمية حل المعادلة مع مراعاة الخواص المتعلقة بضرب أو قسمة طرفي متباينة في عدد سالب. لدينا هذا المثال. حل المتراجحة التالية: 3 مضروبة في 2 x زائد 1 أصغر تماما من 2 x ناقص 5. أولا نبسط طرفي المتراجحة لتصبح 3 في 2 x يساوي 6 x، 3 في زائد 1 زائد 3 أصغر تماما من 2 x ناقص 5. الآن 6x ناقص 2x أصغر تماما من ناقص 5 ناقص 3، نجعل الطرف الأول مجهول والثاني معلوم. بعد تبسيط تصبح 4x أصغر تماما من ناقص 8. بقسمة الطرفين المتباينة على العدد 4 نتحصل على x أصغر تماما من ناقص 8 على 4. إذن x أصغر تماما من ناقص 2. حلول المتراجحة: 3 في 2 x زائد 1 أصغر تماما من 2 x ناقص 5 هي كل قيم x الأصغر تماما من ناقص 2. مثال ثاني: حل المتراجحة 2 x زائد 3 أكبر أو يساوي من 3 x ناقص 6. إذن 2 x ناقص 3 x أكبر أو يساوي من ناقص 6 ناقص 3. بعد تبسيط نجد ناقص x أكبر أو يساوي من ناقص 9. لاحظ عزيزي التلميذ أن معامل المجهول x هو عدد سالب. بقسمة الطرفين المتراجحة على العدد ناقص 1 أكيد تتغير المتباينة لتصبح ناقص 1 على ناقص 1 x أصغر أو يساوي من ناقص 9 على ناقص 1، ومنه x أصغر أو يساوي من 9. إذن حلول المتراجحة 2x زائد 3 أكبر أو يساوي 3x ناقص 6 هي كل قيم x الأصغر من أو تساوي 9. التمثيل البياني لمتراجحة. لاحظوا أعزائي التلاميذ الجدول التالي.
المتراجحة ثم حلولها ثم تمثيلها البياني. أولا X أصغر تماما من A، كل قيم X أصغر تماما من A هي حلول لهذه المتراجحة. الجزء المشطب غير حلول، أما الجزء الآخر فهو حلول لهذه المتراجحة. ثانيا X أصغر أو يساوي من A، كل قيم X الأصغر أو تساوي A هي حلول لهذه المتراجحة. الجزء المشطب غير حلول، أما الجزء الآخر الأصغر من A هي حلول لهذه المتراجحة. ثالثا X أكبر تماما من A، حلولها هي كل قيم X الأكبر تماما من A. أما في التمثيل الجزء المشطب غير حلول، أما الجزء الآخر اللي هو أكبر من A هو حلول لهذه المتراجحة. رابعا X أكبر من أو يساوي A، كل قيم X الأكبر من أو تساوي A هي حلول للمتراجحة. أما في التمثيل البياني الجزء المشطب هو غير حلول، أما الجزء الأكبر من A فهو حلول للمتراجحة، مع A هو حل لهذه المتراجحة كذلك. أمثلة: المتراجحة X أصغر تماما من 2، حلولها هي كل قيم X الأصغر تماما من 2. إذن كل قيم الأكبر الأصغر تماما من 2 هي حلول، والجزء الآخر هو ليست حلول، مع 2 هو ليس حل لهذه المتراجحة. X أصغر أو يساوي من ناقص 3، كل قيم X الأصغر من أو تساوي ناقص 3 هي حلول لهذه المتراجحة. كل قيم X الأصغر أو يساوي من ناقص 3 هي حلول، أما الجزء الآخر المشطب فهو غير حلول. لاحظوا ناقص 3 يدخل ضمن حلول المتراجحة. ثالثا X أكبر تماما من 5، كل قيم X الأكبر تماما من 5 هي حلول للمتراجحة. لاحظوا الجزء المشطب هو غير حلول، أما الجزء الآخر فهو حلول لهذه المتراجحة، مع 5 هو عدد غير حل لهذه المتراجحة كذلك. X أكبر أو يساوي الصفر، كل قيم X الأكبر من أو تساوي الصفر هي حلول لهذه المتراجحة. إذن الجزء المشطب غير حلول، الجزء الآخر هو حلول للمتراجحة، مع الصفر هو حل لها كذلك. لدينا الآن حل التمرين الأول. لدينا المتراجحة 3 ناقص 3 X ناقص 2 على 4، أصغر من أو يساوي 2 ناقص X على 2. أولا لمعرفة هل العدد ناقص 1 حل لهذه المتراجحة، نعوض ناقص 1 في الطرف الأول للمتراجحة لتصبح 3 ناقص 3 في ناقص 1 ناقص 2 على 4، وتساوي 3 ناقص ناقص 3 ناقص 2 على 4. بعد تبسيط نتحصل على 3 ناقص ناقص 5 على 4. نقوم بتوحيد المقامات لتصبح 12 على 4 ناقص ناقص 5 على 4. نحتفظ بالمقام الموحد ونجمع البسطين، نتحصل على 12 زائد 5 على 4، والتي تساوي 17 على 4. نقوم الآن بتعويض ناقص 1 في الطرف الثاني للمتراجحة لتصبح 2 ناقص ناقص 1 على 2. بعد توحيد المقامات نتحصل على 4 ناقص ناقص 1 على 2، والتي تساوي 5 على 2 وتصبح 10 على 4 لمقارنتها مع نتيجة الطرف الأول. لاحظوا أن نتيجة الطرف الأول 17 على 4 هي أكبر من نتيجة الطرف الثاني 10 على 4، ومنه أي ناقص 1 لا يحقق المتباينة. إذن العدد ناقص 1 ليس حل لهذه المتراجحة. نقوم الآن بحل المتراجحة 3 ناقص 3 X ناقص 2 على 4، أصغر من أو تساوي 2 ناقص X على 2. لنجعل الطرف الأول فيه المجاهيل والطرف الثاني المعاليم لتصبح المتراجحة ناقص 3 X ناقص 2 على 4 زائد X على 2، أصغر من أو تساوي 2 ناقص 3. بعد تبسيط نتحصل على ناقص 3 X زائد 2 على 4 زائد 2 X على 4 أصغر من أو تساوي ناقص 1. لنقوم الآن بتوحيد طرفي المتراجحة لتصبح ناقص 3 X زائد 2 على 4 زائد 2 X على 4
أصغر من أو تساوي ناقص 4 على 4. لاحظوا أن مقام طرفي المتراجحة هو نفسه. إذن لنقارن بين أو لنحل متراجحة البسط الأول أصغر من بسط الطرف الثاني لتصبح ناقص 3x زائد 2x زائد 2 أصغر من أو تساوي ناقص 4. إذن ناقص x أصغر من أو تساوي ناقص 4 ناقص 2، ومنه ناقص x أصغر من أو تساوي ناقص 6. لاحظوا أن معامل المجهول سالب بقسمة طرفي المتراجحة على العدد ناقص 1، نتحصل على x أكبر أو يساوي من 6، لأن بقسمة طرفي المتراجحة في العدد السالب يتغير الترتيب. إذن حلول المتراجحة هي كل قيم x الأكبر من أو تساوي 6. إليكم الآن التمثيل البياني لحل المتراجحة. لاحظوا أن كل قيم الأكبر من أو تساوي 6 هي حلول لهذه المتراجحة، لذلك لم نقم بتشطيبها. أما الجزء الآخر المشطب فهي غير حلول. الشكل التالي يمثل أرضية قاعة مطعم وهي مربعة الشكل. الجزء UBMN مخصص للزبائن، شكله مربع، طول ضلعه 6 متر. والجزء AEFG مخصص للمطبخ وهو مربع الشكل، حيث AE تساوي X ناقص 1 مع X أكبر تماما من الواحد. أولا عين قيم X التي من أجلها يكون الطول AE أصغر تماما من الطول UB، ثم مثل بيانيا مجموعة حلولها. لتكن S مساحة المربع AEFG، وS فسحة مساحة الجزء الغير الملون. عبر بدلالة X عن المساحتين S وS فتحة. ما هي قيم X التي من أجلها تكون المساحة S تفوق المساحة S فتحة؟ إليكم الآن حل التمرين. لاحظوا جيدا معي الشكل. أولا نقوم أولا بتعيين قيم X التي من أجلها يكون الطول AE أصغر تماما من الطول UB. إذن لنحل المتراجحة X ناقص 1 أصغر من 6، بجعل الطرف الأول مجاهيل والطرف الثاني معاليم تصبح المتراجحة X أصغر تماما من 6 زائد 1، إذن X أصغر تماما من 7. وبما أن X أكبر تماما من 1 فإن X محصور بين 1 و 7، أي أكبر من 1 وأصغر تماما من 7. إذن قيم X هي كل الأعداد الأكبر تماما من 1 والأصغر تماما من 7. التمثيل البياني لهذه الحلول. لاحظوا لدينا العدد 1 والعدد 7. إذن كل قيم المحصورة بين 1 و 7 هي حلول، لذلك لم تشطب. أما الأجزاء المشطبة فهي غير حلول. ثانيا التعبير بدلالة X عن المساحة S. تعلمون أن مساحة المربع هي طول الضلع في نفسه، ومنه S تساوي X ناقص 1 الكل مربع، وهي من الشكل A ناقص B الكل مربع، والتي تساوي A مربع ناقص 2AB زائد B مربع. بتطبيق المطابقة الشهيرة نتحصل على S تساوي X مربع ناقص 2X في 1 زائد 1 مربع. بعد تبسيط نجد أن S تساوي X مربع ناقص 2X زائد 1. التعبير بدلالة X عن المساحة S فتحة. S فتحة هي فرق مساحتي المربعين ABCD و UBMN، أي S فتحة تساوي X ناقص 1 زائد 6 الكل مربع ناقص مساحة المربع UBMN والتي تساوي 6 مربع. إذن S فتحة تساوي X زائد 5 الكل مربع ناقص 36، وهي كذلك X زائد 5 الكل مربع هي كذلك من الشكل مطابقة شهيرة A زائد B الكل مربع، وتساوي A مربع زائد 2AB زائد B مربع. بتطبيق المطابقة الشهيرة نتحصل على S فتحة تساوي X مربع زائد 10X زائد 25 ناقص 36.
بعد تبسيط نجد اس فتحة تساوي اكس مربع زائد 10 اكس ناقص 11. اذا ايجاد قيم اكس حتى تكون المساحة اس فتحة تفوق المساحة اس، يعني اس فتحة اكبر تماما من اس، يعني ماذا؟ يعني ان اكس مربع زائد 10 اكس ناقص 11 اكبر تماما من اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 1. بجعل المجاهيل في طرف والمعاليم في الطرف الاخر نتحصل على اكس مربع زائد 10 اكس ناقص اكس مربع زائد 2 اكس اكبر تماما من 1 زائد 11. بعد تبسيط نجد 12 اكس اكبر تماما من 12. بتقسيم طرفي المتراجحة على العدد 12 نتحصل على x أكبر تماما من 12 على 12، إذا x هو أكبر تماما من الواحد. إذا كل قيم x الأكبر تماما من الواحد هي حلول لهذه المتراجحة. قيم x حتى تكون المساحة S فتحة تفوق المساحة S هي كل الأعداد الأكبر تماما من الواحد والأصغر تماما من 7. وهكذا أعزائي التلاميذ نأتي إلى نهاية هذه الحصة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى لقاء آخر بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.